يحلف انه وصله الفيلا الساعه 3 بعد الظهر، وقال له انه محتاج ينام شويه ومش محتاج ينزل تاني، ودي اخر مره يشوفه فيها. اقلب الدنيا يا مصطفى، خد كل الرجاله اللي تحتاجهم وتثق فيهم وهتهولي هنا باي طريقه. انت ما تعرفش اللي جاي ده يبقى مين. مش قادره اوصف لك حجم المصيبه اللي هتحصل لو الناس دي جت وما لقوهوش هنا في المستشفى. حاضر يا دكتوره. الموبايل يا دكتوره. مين؟ الأنسة شهد. ايوه يا شهد، انت فين من الصبح؟ انا مش قايله لك ما تعمليش موبايلك سايلنت حتى وانت نايمه. خلاص يا شهد خلاص، ما تعرفيش بابا راح فين؟ لا طبعا يا مامي، هو في حد بيعرف بابي بيروح فين وبيظهر امتى؟ لا ما شفتوش النهارده. حاضر يا مامي، لو رجع البيت او اتصل بيه بالتليفون انا هكلمك على طول. مامي سوري، بس انا كنت عايزه استاذنك في حاجه. انا كان عندي اكزامز والحاجات المهمه كلها عند موني يعني، فكنت بس عايزه بفكر يعني ان انا اروح لها البيت اذاكر معاها شويه. بجد يا مامي بجد ميرسي ليكي قوي. حاضر تمام ماشي يا مامي، ربنا يخليكي ليا. ماشي اوكي باي باي. مش معقول دي عمرها ما وافقت على مشوار زي ده بسهوله كده. علشان بعد كده تصدقي وتسمعي كلامي من غير اني اوبجكشن. يا بنتي الشيخ حسان ده جامد جدا، مفيش حد في الوسط الفني مش بيروح له. امال انا عرفت فؤاد عوني ده منين؟ يعني هو كان عنده وانت هناك؟ يس والله يا شهد، اول ما كلمته عنك اداني الكارت وحدد لي الميعاد من غير ولا كلمه، وقال لي اي حد يطلب مني اي حاجه في حضره الشيخ حسان مش ممكن اردها ابدا. صدقي انا قربت اصدق. يعني بصي، يعني هو قال لك ان هو فعلا هيسمع صوتي؟ امال يعني هو محدد لحضرتك ميعاد في الاستوديو بتاعه ليه؟ تفتكري يعني عايز ياخد رايك في الحانه؟ اكيد طبعا علشان يسمعك يا مجنونه. يلا خلينا نلحق. طيب بقولك ايه، مش نتصل الاول ونأكد على الميعاد؟ مش هيرد. ايه هو قال مش هيرد على ارقام غريبه عادي يعني. وبعدين بقولك ايه، ما تخلصي بقى، احنا رايحين مكان بعيد على فكره مش قريب، والبلد دلوقتي بتبقى زحمه. ولعلمك بقى يا شهد، الفرصه دي لو راحت منك انت مش هتعرفي ترجعيها تاني ابدا. يلا. كل استشاري اون كول يجي فورا. حضرتك هتكلمي لي حد من عندك يعمل لي حصر باسماء كل نزيل في المستشفى. حاضر يا فندم. وحتى اللي محجوزين في الرعايه والطوارئ. وكشف زيه باسماء الدكاتره والاداريين والممرضات والعمال وافراد الامن. قصدي حضرتك المتواجدين النهارده؟ اللي موجود واللي غايب واللي واخد اجازه طويله او قصيره. بس ده هياخد وقت شويه. ساعتك ايه يا دكتور؟ فين الدكتور سليمان؟ على وصول سعادتك. افندم هو مش موجود في المستشفى؟ امال ازاي؟ ما هو حضرتك على ما نعمل الاشعاعات المطلوبه. تحاليل ايه واشعاعات ايه؟ الدكتور سليمان فين يا دكتوره؟ في ندوه طبيه مهمه جدا، وقافل موبايله. هو اصله لما بيندمج بيعزل نفسه عن اي حاجه. الله عليك يا سليمان يا مقطعهم. حل يا شوقي، حل يا حلو. حل قابل يا حبيبي، قابل. اجل الفرحه شويه يا دكتوره، لسه العشرة فيها الروح. روح يا حبيبي مطرح ما تروح. يا ساكني ما تروح، أنا حبسة عمهم. يا حبيبي أنا بلعب المحبوسة دي من وأنت لسه في شورت وبتقول على السكر أكر. حبيبي أبو أحمد يا أبو شو، اسمع مني، نهده باتنين أحسن بدل ما تلبس الخشب وتشمت فيك السيدة كلها. خشب؟ ليه؟ تلميذ أنا ولا تلميذ؟ ها؟ لا حصلت ولا عمرها تحصل ابدا. ما تخلص نفسك يا ابو الشو، انت هتعمل فيها قوم عمال. يا عم جمال ما تسيبه يعمل فيها قوم، كله يقام على نفسه. اوعى العقل دكتور. ضيعها دكتور، ضيعها. العب العب يا ابو الشو. شيش سي
والنبي ما تتعب نفسك، العبها لك انا مانع من الاحرار، اصل بلاش اللي هنا اكل غيره. دي بقى ابو الشوق ما يعكشهاش الا درجي صح؟ مفيش غيره. طيب اذا شفت الدرجي بيلعلط قدام عينيك الدبالي دي تعمل ايه؟ ابطل طول ورحمه ابويا، ابطل طول والعب في الحاره بيلي مع العيال. تلعب بيلي؟ العب بيلي. ونسميك بيليا؟ سميني بيليا، سميني فكيها، اللي يجي على كيف. طب يا كريم وشك 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 وشك. مش ممكن، لا سحر ولا شعوذه. فرق المشاريب يا ابو سحر، وهات لنا هنا والنبي واحد كاكاو بالحليب للكابتن بيليا. انت عملت لي نفسك كده لا يجي لك هزز. اتفضل يا دكتور. امسك يا فندم. شكرا يا والله الناس يا دكتور بتحبك كده لله في لله. الحمد لله. ايه ده؟ ده كتير قوي يا دكتور. كتير ايه بس؟ يا الفلوس بتاعت حد يا ابني. ربنا يرزقك كمان وكمان وتفضل مغرقنا بخيرك العمر كله. ايه بتبص على ايه؟ درجي اهو، درجي. ايه جت ازاي؟ على فين يا دكتور؟ مشوار صغير وراجع. اي خدمه يا ابو احمد، استلم الزبون. ربنا يخليك يا دكتور. بقول لك يا ابو صحر. عيون ابو صحر، عمك يا دكتور سليمان. الحساب عندي انا، ما تاخدش حاجه من شوقي. ليه كده بس يا دكتور؟ ده انا كان نفسي افرح فيه النهارده. لا يا راجل انت صدقت برضه. لا احنا بس بنسخن القعده وبنكسر مناخير الزبون مش اكتر. راجع لك تاني. سلامة دكتور. موت وافته بالراجل ده، موت وافهبه يا جدعان. انت جاي تموت هنا يا عمنا؟ يا عم شوف حته ضلمه موت فيها بقى، وانت جاي من الارياف تقرفنا ولا حكايتك ايه بالظبط؟ ارياف مين يا زباله يا نتن يا جربوع يا جعر؟ ما بقاش الا انت يا ابن الدلاله. ده من ذوقك يا باشا. الاسطى حماده العفشاجي بيقول انك بتدور عليا بقالك اسبوع. ربك والحق انا اتخذت. هو في حاجه عدم المؤاخذه؟ لا هي حاجه بسيطه يا اخ فتحي. انا اصل سمعت ان عندك حته غزار مجروحه ومعاها اسوره. ده انت غاوي بقى قديم. طب وانت عرفت الحوار ده منين عدم المؤاخذه؟ طب وريهالي الاول وبعد كده نتكلم براحتنا. طب يلا بينا. يلا بينا. نتكلم في ايه؟ عاوز افهم. اصل الظروف سعادتك محدش يقول لي ظروف وجوابات. انت قلت الدكتور سليمان موجود وهيتابع الحاله بنفسه. فات ساعه ونص من ساعه ما دخلنا وما شفناهوش. مش موجود ومش هيقدر يجي، كنت تقولي لي كده من الاول وانا اعرف احاسب السبب في المهزله دي، لكن تخدروني كل شويه بالكلام مش هينفع. اهدي نفسك يا فندم، انا هفهم حد. اهدي نفسي ازاي يا دكتوره بالمهدئات؟ هو انا ما كنتش اقدر اخد واسافر لندن في الكام ساعه اللي استهلكناهم دول، وهناك هلاقي الاشطر من الدكتور سليمان الف مره. كلموني وزير الصحه حالا، انا غلطانه واستاهل الحرق اللي جيت المستشفى العجيبه دي. بعد إذنك يا فندم. يخرب عقلك، وانت عرفت منين؟ أصل يعني أصل إيه؟ هو إيه اللي أصله وما أصلش؟ ما تنطقي. أصل الدكتور سليمان متعود يزور جماعة حبايبه كده عندنا يعني في الحتة، ومبارح كان سألني عن واحد جارنا بعافية شوية وقال لي انه هيعدي يطمن عليه النهارده، قمت انا بقى لما لقيت الدنيا مقلوبه عليه قلت اتقص بنفسي يمكن الاقيه، فاتصلت بقى مشحات البقال وقال لي انه شافه قاعد في قهوه برقش. برقش؟ اجري اندهلي يا مصطفى بسرعه. حاضر يا دكتور. بسرعه. مفيش لحد يا ابني. سامحيني يا دكتوره، انا اصلا حسيت ان الحوار الجانبي ده يخص الدكتور سليمان فاضطريت اتجسس عليه. يا ريت بقى حضرتك تريحي نفسك خالص وتسيبينا اتصرف. خد بالك من السلمتين اللي جايين دول يا باشا، خدهم على طرف صوابعك. وهم يعني الدرجتين دول هم اللي مزعلينك قوي يا اخ فتحي؟ ما انا بقالي خمس ادوار طالع على رجل واحده. ما قلت لك استناني تحت وانا هجيبها لك لحد عندك. لا معلش يا خفيف، انا احب عين كل حاجه على الطبيعه. طمنت بقى وراجعي لك. اتفضل.
ايه يا دكتور وصلت لحد فين؟ يا عم فتحي حرام عليك، حرام عليك، بقى كنت عايز تلطعني تحت وتحرمني من الجمال والقبعه دي كلها، ده انت مريض. جمال؟ جمال ايه بس يا دكتور؟ دي عيشه العربجيه والسريحه وحواري العشوائيات. اما لو ربنا كرمك كده ودخلت شقه في المهندسين ولا في فيلا بجاردن سيتي هتعمل ايه بس؟ تجي لي كرشه نفس. وربنا دمك زي العسل، بس على فكره انا مش مصدق انك دكتور. والله ولا انا، بس هنعمل ايه بقى؟ اهي الدنيا كده، ساعات تعمل حاجات غريبه بلاش اي معنى. يلا بقى طمن قلبي، متعني برؤيه الحبيب يا مجرم يا سفاح. اتفضل يا باشمهندس، اتفرج وافرز. الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الحمد لله على السلامه يا غاليه. انا سعاده الباشا يا 6000 مرحبا، طامع ناب وسالي البهوان. شفت ايه يا عم انت تتهرج؟ سعادتك احنا تمام التمام وزي الفل وكله في مجرى القانون، دي رخصه سياحه. دكتور سليمان العريني تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ في حد في مصر كلاتي ما يعرفش الاستاذ فؤاد عوني؟ دي اجدع مزيكاتي خلقه ربنا. مزيكاتي؟ معلوم، اصلا عدم المؤاخذه يا راجل سميع، دماغي دي بقى يعني فوق. يا ماستر لو سمحت. ماستر ايه انت كمان يا حاج؟ احنا نقصد تعرف عنوان الاستوديو بتاعه؟ مش هو شخصيا يعني، اصل العمارات هنا كلها شبه بعضها. العنوان. العنوان في قفايا عدل. قفاك؟ قفاك ازاي يعني؟ الاستوديو بتاعه في العماره دي، واني البواب بتاعها. لا مش ممكن. مش ممكن بجد، انا مش مصدقاك، انا ما شفتش كده، انت اوفر اخر حاجه. ايه ده؟ أمر يا أمر، أي خدمة؟ تمام يا باشا، هو ده البيت سعادتك. كل الواد اسمه إيه؟ اسمه فتحي يا باشا، فتحي عبد العزيز شبانه. نبعت حد يجيبه يا فندم؟ يجيب حد إيه يا إبراهيم؟ هو مسجل ولا سوابق؟ ده دكتور لازم أطلع أجيبه أنا. إيه اللي جاب الراجل المنطقة دي؟ احنا لسه هنبسبس يا عم فتحي، ما الموضوع يتقال في كلمتين، الفرد شرد عن القطعيه في التماسي وانت حبسته بشويه غله، وانا دلوقتي جاي علشان افك حبسته بالاصول. لا عدم المؤاخذه يا دكتور، انا ما طمعتوش. لا طمعته يا فتحي، طمعته يا فتحي، الحمامه دي نبيها ومتربيه كويس قوي ومستحيل تحط على عيب غريب، وانا مش هتوه على فرد انيته وفرخته على ايدي. ايوه يعني بس. عارف اللي هتقوله يا عم فتحي، عارف اللي هتقوله. الفرد ده نادر حبتين وماره حراق، وانا عنايا ليك، اللي هتطلبه هتاخده دلوقتي حالا فوقيه بوسه ومن غير فصال. لا بقى، العمليه دي ما تخشش دماغي ابدا، دكتور مين يا عم الحاج؟ ده انت برمت دماغي ولفتها في 5 دقايق بس، ولا اجدعها تاجر في الجماليه وشارع الجيش. ما تخلص بقى فتحي، ارمي بأرضك، خلينا نخلص. عشان خاطرك انت بس ورقتين كبار، تعرف لو حد تاني؟ لا 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 لا، ورقتين كبار ده ايه؟ انت برضه مقامك 200 جنيه يا عم فتحي. لا انت مقامك عندي اكبر من كده بكتير. امسك يا فتوح. 500 اهيف؟ يا نهار ازرق، صدق بالله. لا اله الا الله، انا لو واحد خطف مراتي وجي عشان يساومنا عليها وربنا ما ادفع فيها الفلوس دي كلها. يا عم ولا انا. دكتور سليمان بشوف بيصلي عليك. مساء الخير. دكتور سليمان العريني؟ ايوه يا فندم، انا سيادتك المقدم حسام خليل. مين؟ انت متأكد يا رمزي؟ طب امتى حصل الكلام ده؟ في مستشفى ايه؟ اشمعنى يعني مستشفى العريني؟ طب انت فين دلوقتي؟ لا 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 خلاص يا سيدي، خليك انت، انا حابب حد يكون صرع عندي هنا. يلا سلام. هدى امر يا فندم، اعطي لي ارقام مستشفى العريني، موبايلات وارض بسرعه. حاضر. يا تامر، مين اللي سرر عندك؟ ها؟ طب اسمع، ابعت لي ازكاهم واخفهم حركه.
يا سيدي امين عزام نقلوه مستشفى العريني، شكله بيودع. قول يا رب. عندنا في المستشفى بتاعتي من 3 ساعات والحاله في منتهى الخطوره. يا نهار اسود، تلاقي البوتاجاز شايط على الاخر. فندم لا ما تاخدش بالسيادة. طب يا ريت نتحرك بسرعه جدا لاني ما عنديش وقت اضيعه اكتر من كده. يا سيدي ما تقلقش قوي كده، هو في وزير بيموت في البلد دي. فتحي امر يا باشا. شوف لي وحيت ابوك تقفيصه. بلاش تقفيصه، شوف لي اي كرتونه بسرعه كده بس خرمها لي عشان النفس. حاضر. نفس ايه يا دكتور؟ ايوه النفس طبعا. امال ايه حضرتك تفطس؟ هي مين دي اللي هتفطس؟ الحمامه حضرتك. ايه مش روح دي كمان زي روح معالي الله؟ خلاص خلاص يا دكتور، روح يا ابني هات له اللي هو عايزه. تحت امرك يا باشا. على فين يا دكتور؟ هجيب عربيتي. لا معلش، حضرتك هتركب جنبي هنا وهنستأذنك في مفتاح عربيتك لواحد من الرجالة يوصلها لك لحد المستشفى. وانا مقبوض عليا ولا حاجة؟ لا طبعا، احنا بس عايزين نريح حضرتك وعايزين نجري شوية عشان نعوض التأخير اللي حصل ده في الطريق. حمدي امر فندم. خد المفتاح من الدكتور. تحت امرك. المفتاح لو سمحت. اتفضل يا سيدي. طب وحيت ابوك بقى حموده، علشان بس في مطب رزل قوي على نصه القهوه، بقى خده كده 7 في 8 لحسن العفشه قفشه. يا دكتور عفشه ايه؟ احنا متاخرين. اتفضل حضرتك. اتفضل يا سيدي، مش انتوا اللي عاملين المطبات دي؟ والله العظيم بركب يا ريس، العربيه حتى قدامي اهي. ما تقلقش حضرتك، نص ساعة وهبقى في قلب المستشفى. حاضر يا ريس، حاضر. مع السلامة. اهدي شوية يا شهدة، هو في ايه وترتيني؟ خايفة قوي يا مونة، حاسه ان لو قعدت قدامه صوتي مش هيطلع. لا يا فلحه اطمني، انت بس اول ما تقعدي قدامه كده قولي بركاتك يا شيخ حسان وانت هتلاقي نفسك شغاله احلى شغل. طيب طيب، هي البروفه دي هتخلص امتى يا مدمازيل؟ سوري دي بقى انا ما اقدرش احددها لك خالص، وبعدين انتوا مش قلتوا ما وراكوش حاجه وعندكم استعداد تستنوا؟ طبعا نستنى جدا. وي ار فري. في ايه يا شهد؟ احنا ما صدقنا ان هو وافق على الميتنج ده اصلا. وبعدين ما المفروض يا بنتي ان انتي بايته معايا ومامتك لا معاها رقم تليفون البيت ولا حتى الموبايل بتاعي، يعني كله بيس جدا يا فقريه. يا دي الفضيحه، يا دي الفضيحه، ادويها ازاي الكارثه يا ربي؟ ادويها ازاي؟ ادويها ازاي؟ لسه قافل التليفون يا مصطفى؟ للاسف يا دكتوره لسه قافل تليفونه. وحضرتك عايزه منه ايه دلوقتي؟ ما حسام بيه بلغنا انه وصل له وعرف مكانه وجايين في السكه. ده مكان ياسر؟ ده مكان يجيبوا منه اكبر دكتور قلب في البلد؟ ده انا بكره سيرتي وسيرت المستشفى هتتحكي على الربابه في الجرايد والفضائيات. انتي قلتي لي فين قهوه قرقش دي يا ست نجوى؟ برقش حضرتك. يا بنتي ما تفوريش دمي، انا مش ناقصاكي. فين القهوه الزفت دي؟ في السيده. أني سيدة فيهم؟ ما بيروحهم كلهم. زينب، في السيدة زينب. زينب، طيب تقدري توصفي لي المكان ده عامل ازاي؟ شكله كده يعني ايه؟ هقول لحضرتك، هي على نص حارة متفرعة من شارع بورسعيد، جنب منها كده فرن بلدي وسنترال ودكانة فسيخ. فسيخ؟ فسيخ يا مصطفى، فسيخ. حباية فاليوم يا ياسر، أي حاجة أي حاجة، لأن دماغي هتنفجر. يا دكتورة هدي نفسك أرجوكي، كل حاجة هتبقى تمام. نجوى روحي. لا تروح. فين دي؟ هتفضل هنا لحد ما نخلص من المصيبة دي؟ أنت عاوزينها تمشي في المستشفى تبرطم بالكلام ده وتنشر الفضيحة لكل الناس؟ ليه كده يا دكتورة؟ ده أنا لساني كان يتقطع قبل ما ينطق بكلمة تأذي الدكتور سليمان. طبعا، وأنت عندك أغلى منه. مش هو اللي جابك من جنب الفرن ودكان الفسيخ وشغالك عندي هنا؟
طمني يا دكتور صفوت، ايه الاخبار؟ استقرار نسبي، لكن الجلطه امباكتد يا دكتوره، مش هتستجيب للعلاج بسهوله. احنا قدامنا ساعتين بالكتير ولازم ناخد قرار. ما تقلقش يا فندم، دكتور سليمان معايا في العربيه اهو، ربع ساعه بالظبط هنكون هناك. تيجي بالسلامه يا فندم. مع السلامه. هو مين ده اللي يجي بالسلامه؟ دكتور نبيل قاسم، مساعد وزير الصحه. بلبل، امال فوزي فين فندم؟ دكتور فوزي وزير الصحه، مش اصول برضو يجي يطمن على زميله هو كمان؟ دكتور فوزي في المانيا. واضح ان سعادتك ومعالي الوزير اصحاب قوي قوي قوي. فوق ما تتخيل. شوف يا سيدي بقى، انا علاقتي بفوزي تبدا سنه 77، كنا وقتها بناخد درس انجليزي مع بعض. عمك فوزي بقى كان غاوي براسيم. المهم، انا مش فاهم ايه الغريب في كده يا دكتور نبيل. نفس التعليمات اللي انا بقول لك عليها. انا عارف انا بقول لك ايه كويس، ولعلمك بقى التعليمات اللي انا بقولها لك دي مش بصفتي وزير الصحه، دي بصفتي طبيب قديم عارف امكانيات وقدرات كل دكتور موجود في مصر. انا مش عايزك تتاثر بالكلام اللي بيتقال على الدكتور سليمان وان تصرفاته غريبه، كل دي شكليات. المهم المضمون، دكتور سليمان العريني اشطر جراح قلب موجود في مصر. الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه. مش مشكلة يا دكتور نبيل، خد معاك طلياني انجليزي، المهم يكون معاك الدكتور سليمان، هو اللي يتابع الحالة بنفسه. اوكي، يلا ربنا معاكم، انا جاي مصر قريب ان شاء الله. يلا مع السلامة. مفيش فايدة فيك يا سليمان، مش مدي فرصة لحد يعرف قيمتك الحقيقية. جينا يا سيدي وصلنا لغاية سنة 97. إن هو حضرتك يا دكتور غاوي حمام قوي كده؟ لا، بتفائل بيه. طب تسمح لي أسألك سؤال غلس شوية؟ قديمة فندم؟ تسمح لحضرتك أسألك سؤال غلس برضه بوفر عليك السؤال اللي كنت ناوي تسأله؟ اتفضل. حضرتك ليك في أكل الحمام؟ أكيد طبعا. حلو قوي. طيب افرض حضرتك ان انا اتهفيت في دماغي وقلت لك انا ناوي اهديك بالحمامه اللي في الكرتونه دي، حضرتك هتعمل ايه؟ هتاكلها بريشها؟ لا طبعا. اكلها بريشها ازاي يعني؟ يعني هتاخدها تنظفها وبعدين تسلق وتحمر هتاكل. تمام. عظيم. حضرتك كلت وتكيفت وبعد كده طلبت معاك انك انت تحلي، جبت لك بطيخه، هتاكلها بقشرها؟ لا طبعا. طيب خلاص. هو ايه ده اللي خلاص يا دكتور؟ أنا كده جاوبت حضرتك. مش حضرتك كنت ناوي تسألني إيه يا دكتور اللي يخليك وأنت دكتور في مركزك وفي مهامك ده تسيب الدنيا كلها وتروح تقعد في المكان ده؟ مظبوط فعلا، هو ده السؤال اللي أنا كنت هسأله لك. طيب يا سيدي، ما أنا كده جاوبت حضرتك. يا حسام بيه، مصر بالنسبة لي عاملة زي الحمامة والبطيخة اللي حضرتك لسه واكلهم بالهنا والشفا. كل البهرجة اللي أنت شايفها دي، زمالك مهندسين والتجمع والتشتت وكل الديكور الظريف ده، بالنسبة لي أنا مجرد قشرة ناعمة، شوية ريش يلفت نظري، أحب أتفرج عليه ماشي، لكن لما بحب بقى إن أنا أستمتع ببلدي بجد وأدوق طعمها الحقيقي وأشبع منها وأنضفها من الكلام ده كله وأخش على البهاريز الأزهر والسيدة واللي منه. ايه الاجابه وصلت ولا لسه في الطريق؟ اجري بسرعه شويه يا ابني، اجري بسرعه. رايح فين حضرتك؟ رايح فين؟ داخل المستشفى. ممكن البطاقه؟ بطاقه ليه يا ابني؟ ممكن البطاقه؟ من غير ما تزعق، بطاقه ليه؟ لو لينا عمر بقى لازم تفكرني احكي لك حصل ايه في 2007. باذن الله. دي احكي. اتفضل. طيب اتفضل. مش انا قلت مفيش عربيات ميري تقف هنا؟ هو انا بتكلم هندي؟ اتفضل نظف لي المكان ده بسرعه. تمام يا فندم. اتفضل يا دكتور. مساء الفل يا رجاله. دكتور شاحنات وصلوا. الدكتور سليمان. مش عايزه اي لخبطه في اللي اتفقنا عليه، مفهوم؟
مساء الخير يا بنات. كنت فين يا دكتور؟ دي الدنيا مولعه. وانا مالي وانا المطافي. بس يا بنت بلاقي لك حاجه منك. لا يلا على شغلكم، امشوا امشوا. ثواني يا حسام بيه، ثواني. اتفضل يا دكتور. ازيكم يا بنات؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ بص يا رامي، تاخدي العلبه دي وتوديها مكتبي خليك يا ماما في شغلك. الله، اوعي تشغلي التكييف. فهماني؟ حاضر. هتفتحي الدرج التحتاني بتاع مكتبي، هتلاقي كيسه سودا فيها شويه ذره عويجه. ذره ايه؟ تاخدي منها بس شويه من اللي هتلاقيه في الكيسه دي وتحطيهم في العلبه، وتحطي معاهم شويه ميه في اي حاجه غامضه. ميه؟ هي العلبه دي فيها ايه يا دكتور؟ هي العلبه دي فيها فيل، يعني هيكون فيها ايه يا زكيه؟ مراجع. يلا. الحمد لله على السلامه يا حسام بيه. الله يسلمك يا دكتوره. طمنيني، اخبار الحاله ايه؟ كله تمام والحمد لله. يا ريت سيادتك تبلغ الهانم ان دكتور سليمان موجود وقدامه ربع ساعه بالظبط يجهز نفسه ويدخل الرعايه فورا. اتفضل يا دكتور، التعقيم جاهز وفي انتظار حضرتك. تمام. طب اعمل ايه يا ريس؟ طيب بقول لحضرتك، حرس الوزير قافلين باب المستشفى، والنمله اللي داخله بيسالوها انت مين وداخله ليه، خصوصا الصحافه. يا ريس، هم دول حد بيعرف يتكلم ولا يتفاهم معاهم اصلا؟ ده حتى النائب الاداري اللي اعرفه جوه المستشفى قافل تليفونه. الحل، الحل يا اما حضرتك تتصل بحد في الوزاره، يا اما تكلم الدكتوره شاهناز. بالذمة انت عندك مخ انت يا دكتور؟ انت حمار يا مصطفى وما بتفهمش اي حاجه. مش ممكن، مفيش مرة أطلب منك طلب ويتنفذ زي الناس أبداً يا مصطفى. أقولك عايز موبايل متين يستحمل كده مكالماتي ويسعفني في الظروف الطارئة دي، تجيب لي موبايل معفن منيل كل شوية يهنج كل شوية يفصل شحن. عفن يا دكتور؟ ده موبايل معفن يا سيدي. اخرس يا مصطفى اخرس، انت كمان ليك عين تتكلم؟ مش معقول أبداً كده. مش كفايه الورطه المقندله اللي احنا كلنا فيها بسببك دي، بسبب نباتك ومخك اللي زي الطوبه ده؟ مش معقول. الدنيا مقلوبه عليا والراجل مرمي في الرعايه وانا تايه في الشوارع، ولا عارف اعمل مكالمه، ولا عارف اطلع رقم من الموبايل العيال اللي انت جايبهولي اللي ما فيهوش الا رنات رنات رنات. يا بنتي بالراحه، ما تقفليهاش قوي، بتخلي اقفليها كويس يا داليا. ما تقفلي كويس يا داليا. الله، احنا هنهزر؟ لا بقى في ذمه ولا بقى في ضمير. يا ساتر. ولا السواق البيت، سواق اللي بياخد مرتب وكيل وزاره، شايفني وانا خارج بالعربيه وعارف ان ما فيهاش بنزين، ولا كلف خاطره انه يقول لي، فلح لي بس في الهمبكه. الحمد لله على السلامه يا دكتور، البركه فيك يا دكتور، ربنا يخليك لينا. يا بنتي بس النفس ده مش معقول قوي. كده هتشوف شغلها لو سمحت. اتفضلي يا بنتي اتفضلي. هاتي يا ماما هاتي. المهم، شوفي بقى الأقدار لما تتربس بقى معاكي وتقفلك كل الأبواب في وشك وتحبكالك على الآخر، تعطل فين بقى العربية؟ فين؟ في شارع بورسعيد. الدنيا زحمة درمغة، وشارع بورسعيد كله ما فيهوش غير بنزينة واحدة بس، وكمان ما فيهاش 92. لولا ربنا يكرمه سواق اصيل كده اتطوع ان هو يجيب لي جركن بنزين، اضطريت بقى ان انا استنى في قهوه حقيره على ناصيه الشارع. ما اقولكيش بقى يا دكتوره، ريحه بشعه، مناظر فظيعه، صيع بلطجيه. ده انا شفت عيل صغير قد كده واقف. فندم. ايوه حبيبي. عالرعاية بعد إذنك وبسرعة. تمام. شكرا.
دخلوا اشوفه يا ماما بليز بلغ الدكتور. ما ينفعش يا فندم صدقيني، الدكتور الغريب ده من ساعه ما دخل الرعايه وسلوكه اتقلب 180 درجه، شخط في كل الناس وغير طقم التمريض ومنع اي حد يدخل غير اللي هو حدده من قبل حتى ما يشوف الحاله او يكشف عليها. مش هو ده الراجل اللي انا جبته في عربيتي ابدا، مستحيل. ضغط السماء. مين اللي زاله في الطريق ده كله؟ انا يا دكتور، احنا كنا بنحاول. ما كانش المفروض اننا نحاول، هي الانجينا لما توصل للدرجه دي هينفع معاها ادويه؟ ما احنا بعد ما عملنا القسطره. يا سيدي وطي صوتك، انا واقف قدامك مش واقف لك في البلكونه. مية على سبعين. الحالة دي ديابيتك؟ أيوة يا دكتور. مين اللي ظبط له السكر؟ أنا يا دكتور. جدع يا بنت. نكلم الدكتور محمد جلال. حاضر. دكتور سليمان، هو حضرتك ناوي هنفتح؟ عندك حل تاني؟ في الحقيقة لأ، بس قرار زي ده المفروض نبلغ بيه السيد وزير الصحة والقيادات، دي شخصية سياسية كبيرة والمفروض انهم يعرفوا كل حاجة. هيبك يا دكتور صفوت ان ذاكرتك ضعيفة قوي. يا سيدي انا جراح قلب، انا ما بفهمش في السياسة، انا ما بشوفش في البني ادم كله على بعضه غير قلب، لا بشوف كرنيهات ولا بشوف بطايق. انا اللي قدامي دلوقتي بني ادم شرايينه مسدودة وبيصارع الموت، لو استنيت بقى على ما حضراتكم تعملوا الاتصالات بتاعتكم وتكلموا القيادات والسياسات يكون الراجل مات. يعني ايه؟ هياخد قرار زي ده وينفذه من نفسه كده؟ وطلب تجهيز غرفة العمليات وبعت لدكتور التخدير. مش ممكن، دي عملية قلب مفتوح يا صفوت، هو فاكر نفسه هيشيل زي ده؟ بعد اذنك يا دكتورة، انا بخلي مسؤوليتي من الكارثة اللي هتحصل دي. الراجل ده لو راح في ايده كلنا هنروح وراه. انا من رأيي يا دكتورة ان سعادتك تتحركي بسرعة وتعملي اتصالاتك مع كافة السادة المسؤولين وتعرضي عليهم الموقف كله، والا ممكن يحصل. وعلى ايه القلق ده كله يا جماعه؟ والحل في ايدينا وعلى الابواب. تقصد ايه يا ياسر؟ الوحيد اللي يقدر يرفع عننا الحرج ويفصل في الازمه دي هو مساعد الوزير، والراجل قدامه خمس دقايق ويكون في الريسبشن. برافو عليك يا ياسر، تعت عني ازاي دي؟ فعلا دكتور نبيل هو الوحيد اللي يقدر يدي الاوكي لسليمان او يسحب منه الحاله. اجري يا مصطفى بسرعه شوف دكتور سليمان بيعمل ايه وبلغني بكل خطوه بيخطيها. مساء الخير دكتور سليمان. بشحمه ولحمه وكرافطته كمان. حرام عليك يا دكتور، معقول تسيبنا الوقت ده كله في ظروف زي دي؟ حضرتك عليها هانم حرم معالي الوزير. ايوه انا. مش ممكن، وانا اللي كنت بقول لنفسي ان انا راجل محظوظ علشان معايا زوجه حريصه جدا على جمالها ورشاقتها وشكلها الرقيق. الزمن بيكبر وهي ما بتكبرش، أتاري الوزراء في البلد دي واخدين حقهم تالت ومتلت في كل حاجة حتى الستات. مرسي على ذوقك يا دكتور، بس أنا كنت قلقانة طبعا ومتوترة وقلبك في رجليكي، والود ودك إنك تاخدي معالي الوزير على دراعك وتطيري بيه على أحسن مستشفى في لندن، صح؟ ونعم الوفاء والإخلاص والأصل الطيب يا هانم، اللي زي حضرتك دلوقتي بقول للأسف قليلين قوي. والعصفورة الجميلة دي بنت حضرتك طبعا. ايوه هايدي. اهلا انسه هايدي، ما شاء الله ملاك والله. سامحيني يا هانم، انا فعلا اتاخرت عليكم كتير قوي، بس غصب عني اعمل ايه؟ انا كنت بصارع لانقاذ روح بريئه ضاعت مني بعد قصه حب كبيره قوي، بس بصراحه انا من اول ما شفتكم دلوقتي اتفائلت جدا واتطمنت على حاله معالي الوزير. طب واحنا ايه علاقتنا بحالة بابي؟ ازاي بقى؟ في حد في الدنيا ربنا بيرزقه بالجمال ده كله ويستسلم للمرض برضه؟
علشان كده أنا هاخدكم دلوقتي حالا تبصوا على بابي 5 دقايق بس، أولا علشان تطمنوا عليه بنفسكم، وثانيا علشان نديله ابتسامة رقيقة حنينة من الوش اللي زي القمر ده. هو ده بيرفكت. أراهن إن الابتسامة الحلوة دي هتخلي بابي يخرج زي الحصان من العملية. عملية؟ حضرتك قررت الجراحة؟ شفتي بقى حضرتك احنا حظنا حلو ازاي؟ نقول بقى الحمد لله عليه هانم. حضرتك خديها قاعدة عامة، مفيش جراح قلب في الدنيا كلها يكون عنده يأس من حالة المريض بتاعه ويفتح أوضة العمليات ولا حتى يقبل انه يجرحه بمشرط صغير قد كده. بيحاول انه هو ساعتها يعفيه من اي ألم، بيقول خلاص كفاية عليه لحد كده لانه بيكون يأس من حالته. إنما إحنا ما شاء الله عرسنا جامد وزي الفل وقلبه يستحمل أي حاجة. الحمد لله على السلامة يا فندم. الدنيا منورة والله. إزيك يا دكتورة؟ بقالي كتير ما سمعت صوتك ولا شفتك في مكتبي. ايه كبرتوا ولا استغنيتوا عن خدمات الوزارة؟ يا خبر ابيض، ازاي بقى يا فندم؟ ده احنا ماشيين بنفس معاليك. طمنيني، اخبار الوضع ايه؟ احسن الدنيا مقلوبة ومكتب رئيس الوزراء كل شوية اتصل عايز معلومة جديدة. خير يا فندم ان شاء الله، الازمة استقرت والوضع احسن بكتير. ربنا يستر. اتفضل سيادتك. وهي الحالة فين دلوقتي؟ في العناية يا فندم، على ما سعادتك تشرب قهوتك اكون بعت للدكتور سليمان. لا يا دكتورة من فضلك، بلغ الدكتور سليمان يرفع ايده من الحاله فورا. ازاي يا فندم؟ امال ليه؟ احنا رتبنا كل حاجه. من حسن الحظ ان البروفيسور بيتر ويليام كان موجود بيعمل بحث ميداني مع وفد من الامم المتحده، واكتشفنا من ساعتين بس ان الوفد رجع من غيره لانه قرر ياخد 2 سياحه، وهو دوت اللي اخرني عنكم. طب وبروفيسور بيتر فين؟ جاي في الطريق. يا ريت تبلغي حد من الدكاتره يكون في استقباله تحت. هنعمل ايه؟ ما احنا عندنا أساتذة كبار مش قادرين يتحملوا المسؤولية. أكيد حضرتك فهماني طبعاً. فاهمة يا فندم. عايز كل التحاليل والأشعة اللي اتعملت وأي ريبورت انكتب يكون معايا قبل ما أدخل الرعاية. حاضر. دكتورة يا شيناس. دكتورة يا دكتورة، أنا هنا هو. أنت فين يا بني آدم؟ ده وقت تختفي فيه. اختفي يا دكتورة، أنا بتصل بسعادتك من الصبح وحضرتك مش راضية ترد عليا. أنا كنت عايز أقول خلاص خلاص، تروح تشيك على الرعاية بسرعة، مش عايزة غلطة واحدة فيها. دكتور نبيل عاوز يشوف الحالة بنفسه وتبعت لي ريبورتس والتحاليل كلها لحد ما أشوف دكتور سليمان راح فين هو كمان. الله، واقف ليه يا بني آدم؟ ما تتحرك. رعيت يا دكتورة، أنا بتصل بسعادتك من الصبح عشان أبلغ حضرتك إن الدكتور سليمان جهز غرفة العمليات وخدر الحالة. أنت قلت إيه؟ بقول لحضرتك. يا نهار أسود، أنت بتتكلمي جد؟ أنت يعني؟ طب وهي فين دلوقتي؟ أوه ماي جاد. أوكي أوكي، خلاص أنا هحاول أتصرف. خلاص بقى، بليز اقفلي، I have no time. يلا باي. في يا موني اللي حصل؟ جوجو بتقولي ان مامي سابتهم في شرم ورجعت النهارده زمانها في الطريق. حرام عليك يا بنتي، خضتيني. طب ودي فيها ايه يعني؟ فيها كارثه يا بنتي، ده انا سايبه بلاوي مسيحه في اوضتي، لو مامي رجعت وشافتها هتبقى مصيبه. بلاوي زي ايه يعني؟ يا جوجو بعدين اقول لك، هو ده وقته دلوقتي؟ انا لازم اتصرف بسرعه. المهم يا جوجو، ام سو سو سوري، انا مضطره بس اخد عربيتك ساعه واحده، هروح اظبط الدنيا في البيت وارجع لك على طول. اوكي انت مش مهم العربيه، المهم هتسيبيني هنا لوحدي. طب بصي احنا نروح مع بعض. نروح ازاي يا شهد؟ نروح ازاي؟ ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ انت فاكره ان الراجل دوت لو بعت لك وما لقاكيش هيرضى يقابلك تاني؟ بلس انا كده او كده ما كنتش داخله معاكي اصلا. هاتي بقى يا شوشو، مفيش وقت. دي مهزلة ومش ممكن تحصل في أي حتة في الدنيا. هو مش عارف هو بيعالج مين ولا مين الشخصية اللي تحت إيده، ولا خلاص عامل نفسه مش واخد باله؟ أنا بقول سعادتك تكلمه. أنا مش هكلمه يا دكتور، ولا عايز أشوفه أساسا. هو مش لسه مخدر الحالة من ساعة؟ من حوالي ربع ساعة دكتور. يعني لو قدامه مش أقل من ساعة على ما يفكر يبتدي. لو دخل العمليات بشرفي بشرفي لقدم استقالتي.
معقولة يا فاطمة؟ يعني 6 سنين تعليمي وسنة امتياز ما دخلتيش عمليات خالص؟ يعني رجلك ما اتكعبلتش حتى في سيزاريان في لوز يا ستي؟ والله ابدا يا دكتور، المره الوحيده اللي دخلت فيها سكشن تشريح وقفت 3 ساعات وما شفتش غير ظهر واحده زميلتي. طبعا اكيد، يعني هتشوفي ايه لما هم موقفين الدفعه كلها على جثه واحده، البنات بتزق في بعض والولاد بينطوا فوق الكراسي. والله حضرتك بتوصف المنظر زي ما تكون كنت موجود معانا بالظبط. عارف طبعا، عارف كل حاجه، وعارف كمان ان انت جواكي حكيم شاطر، وعلشان كده انا بعتلك. ها بالنسبه للاعصاب تمام ولا هتقعي من طولك ونسيب الحاله ونتلخم فيك انت؟ هو حضرتك تقصد؟ ايوه يا ست بطه، اقصد هتحضري معايا العمليه دي، واللي هتشوفيه فيها هيعوضك عن سنين الكليه كلها. انا يا دكتور بجد والله العظيم ربنا يخليك ويبارك فيك ويكرمك. ايه ده ايه ده كل الشحاته دي؟ يلا بقى علشان تغيري هدومك وتعقمي. ها اغير رايي ولا ايه؟ لا 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 حاضر حاضر. ربنا يوفقك يا بنتي يا بنت الخالي، الله يرحمك يا صلاح ويحسنك لي. ايوه فندم طبعا، انا بنفسي جبت له بروفيسور من اشهر جراحين اوروبا، دكتور بيتر ويليام، اظن معاليك سمعت عنه. لا هو هيتابع الحاله مع كونسولتو من الدكاتره المتميزين. هطمن سعادتك لحظه بلحظه يا فندم. مع السلامه سعادتك. تفضل حضرتك، تفضل 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 يا فندم، مع السلامه. انا عايز حضرتك تطمني خالص، هي ازمه بسيطه وان شاء الله هيقوم منها بالسلامه، وارجو انك تقبلي اعتذاري عن التصرف المفاجئ اللي عمله دكتور سليمان. العفو يا دكتور نبيل، مفيش اعتذار ولا حاجه. عموما انا عافيته من المهمه دي عشان اعرف احاسبه على التصرف الغير مسؤول اللي عمله. حضرتك بتقصد انهي تصرف؟ انهي تصرف؟ القرار اللي خده بتجهيز الحاله للعمليات من غير ما ياخد موافقه. ايوه بس هو ما عملش حاجه غلط. مهما كانت كفاءته وقدرته، دي قواعد طبيه ما فيهاش اي جدال يا علياء هانم، وانا ما اقبلش فيها اي اعتذار. يا دكتور نبيل اسمعني، الدكتور سليمان هيعمل العمليه لجوزي بناء على اقرار شخصي انا كتبته وسلمته له بايدي. مفيش عملية كورونري باي باس مضمونة 100%، لكن the patient عنده unstable liver، يعني في ريسك كبير لو حصل تخدير for a long time. طب وإيه العمل؟ ده الحالة اتخدرت فعلا. I can't do anything، كمان الإيكو والسي بي سي مش فيهم enough quality، كان لازم يكون في دقة أكتر من كده قبل السيرجري. ده حاجة عظيمة جدا. هو اليوم باين من أوله. دكتور نبيل أنا آسفة جدا. الدكتور سليمان دخل عمليات ولا لسه يا دكتورة؟ هما بلغوني إنه لسه مستني الأوكي من دكتور التخدير. الحقيقي من فضلك بسرعة، خليه يوقف العملية دي فورا، وخلي دكاترة التخدير يفوقوا الحالة بناء على أوامر مني أنا شخصيا، وإلا هحملكم مسؤولية جنائية مش هتستحمليها لا أنت ولا الدكتور سليمان العريني. حاضر يا فندم. سوري يا دكتور، أنا هخلي حضرتك تشوف الحالة بنفسك وتكتب لي ريبورت بكل الديتيلز اللي موجودة في ال اكسكيوز مي دكتور نبيل، أنت من شوية قلت حاجة أنا عايز أتأكد منها. قلت إيه؟ دكتور سليمان؟ أيوة. What is his last name؟ العريني. ما هو ده الدكتور اللي أوه ماي جاد، دكتور سليمان العريني is here in the hospital؟ متأكد ولا بتقول كده وخلاص؟ متأكد طبعا يا دكتورة، أنا لسه مكلم دكتور الأوعية اللي هيدخل معاه أوضة العمليات وقال لي كده. وحصل حاجة؟ نفس اللي أنا حذرتكم منه يا سي مصطفى، محدش بيسمع الكلام. فين الزفت الأسانسير؟ حالا جاية يا دكتورة حالا.
يس موجود موجود اتفضل. كونكتد باي نت؟ يس شور اتفضل. بليز جيف مي يور مايند فور ا فيو مينتس. انا مركز مع حضرتك جدا. الله الله يا استاذ فؤاد، عزف حضرتك معبر قوي. ميرسي يا حبيبتي، وانت كمان واضح ان ودنك حساسه وبتسمعي كويس. المطرب اللي بجد لازم يكون بيعرف يسمع قبل ما يكون بيعرف يغني. انا الحقيقه لحد دلوقتي مش قادره اصدق ان انا قاعده في الاستوديو ده وبسمع حضرتك لايف كده يعني. طبعا ما بتشربيش. لا خالص. وده كمان كويس قوي، المفروض تحافظي على صوتك بكل قوتك يا شهد. يعني لا سجاير ولا خمره ولا سهر كتير. بس لما صوتي يحجب حضرتك الاول. ايه الجمله الغريبه دي؟ يعني انا اسمي فؤاد عوني، الاسم ده مش محتاج انك تغني قدامه على المزيكا وتعملي قرار وجواب عشان يعرف صوتك حلو ولا وحش. بمجرد ما تتكلمي معايا 5 دقايق خلاص اعرف انت ايه وهتبقي ايه. معقوله؟ معقوله الدكتور سليمان عمل الشغل ده كله؟ طب امتى وازاي؟ في فتره صغيره جدا زار فيها لندن وجنيف وميونخ from 5 years ago. ألا بس ازاي الكلام ده مش معروف في الاوساط الطبيه او المجلات العلميه؟ Here in Egypt ممكن يكون مش معروف عشان انتوا دكتور نبيل مش بتستغلوا any ability في ايديكم، وكمان مش في real sense ممكن تكتشفوا بيه مواهب كتير في البلد عندكم. دكتور سليمان is very simple، مش بيحب الميديا وكلام كتير كده، عشان كده هو مش famous عندكم. Really I can't believe that. ازاي يكون عندكم واحد زي دكتور سليمان and you ask me to give you any help؟ بس انت لسه قايل من شوية ان قرار الجراحة ده كان متسرع وفي خطورة على... انا شفت papers just paper، انا مش شفت live patients، وكمان انا مش كان عندي ثقة في جراح كرر surgery. لكن لما يكون اللي عمل ده واحد genius professor like دكتور سليمان الريني، who can say any comment about his opinion؟ للدرجة دي جينيوس؟ جاهزة؟ أيوة جاهزة إن شاء الله يعني. طب أنا أفكرك تاني، الوصلة اللي هتخلص هنعمل ميكس بينها وبين اللي بعدها، وهسيبك ثواني لحد ما تركزي في المسب الجديد وتخش معايا. طيب يعني لو جت حاجة في النص مش حافظاها. شاوريلي بإيدك كده وخلاص، وإياك تقطعي الشغل بالكلام. أوكي يلا بينا. الحقونا يا جدعان، الحقونا يا جدعان، حد يلحقنا يا جدعان. في ايه يا ابني مالك؟ على مهلك على مهلك. مش قادره خلاص.
يا تقرب لك ايه؟ دي زبونه سعادتك وقعت على كبوت العربيه وانا داخل على اشاره النزهه، عماله تصرخ وتتلوح وحالتها صعبه، طلبت مني اوديها اقرب مستشفى وجدعانه بتقول يعني ايه ده ايه ده شويه انت مش هتخطب، هي اللي قالت لك تجيبها هنا؟ لا سعادتك انا قلت لها في مستشفى استثماري بعد شارعين، قالت لي اي حاجه. خلاص اسكت. ايوه حسام باشا، في حاله صعبه شويه، وقفت بتاكسي قدام باب المستشفى ودخلناها لاستقبال سعادتك. لا يا فندم لوحدها، هو بس الواد اللي معاه سواق التاكسي ده شكله مش مظبوط خالص. اوامر سعادتك يا باشا. تحت امرك يا فندم. خدوا منه الرخص والبطاقه وقعدوه شويه. رخص؟ انا دخلت كمين يا بيه ولا ايه؟ ايوه انا والله يا دكتور حاولت الحق الموقف بكل طاقتي لكن للاسف الوقت كان. خلاص يا دكتوره خلاص، مفيش مجال للاسف والاعتذارات. دكتور سليمان اجبرنا على امر واقع لابد نسلم له ونتعايش معاه الكام ساعه اللي جايين دول، وربنا يعديها على خير. هيعدوا ان شاء الله يا دكتور وهنطمن كلنا. دكتور بيتر I'm so sorry I really couldn't. No never mind everything is okay. دكتور بيتر هو الوحيد اللي مش قلقان ولا معترض على اللي بيحصل، بالعكس ده بيعتبر ان وجود الدكتور سليمان ده من حسن حظنا. يعني امال حضرتك؟ معلش دي مفارقه وكومبليكيتد شويه هبحكي لك عنها بعدين. المهم الدكتور بيتر عايز ياخد جوله كده عندك في المستشفى ويشوف المستوى والتقنيه الطبيه اللي عندك. بس كده ده شرف لينا يا فندم، انا كنت هقترح ده بنفسي بس لقيت ان الظرف مش مناسب وخفت اعطل دكتور بيتر. نيفر I'll wait until Dr. Suleiman finishing his work. مش ممكن ضيع فرصة دي من غير ما أشوفه وسلم عليه. ده يا فندم قسم البطنة والأمراض المتوطنة، وإحنا خصصنا له دور بالكامل عشان الكثافة فيه عالية شوية. تفضلوا. تفضل يا بروف. بعد إذنكم ثواني بس. تفضلي. أيوة حسام بيه. لا تحت أمرك خير، في حاجة؟ ودخلت خلاص ولا؟ لا طبعاً، هم هيعرضوها على الدكتور فوراً ولو احتاجت حجز هيحجزوها. لا يا حسام بيه أرجوك، أنا معايا بروفيسور كبير من منظمة الصحة وبيلف في المستشفى، مش عايزة أي مفاجآت. لا لا حضرتك أنا ما أقدرش أحولها على مستشفى حكومي غير لما أعرف الحالة فيها إيه الأول. افرض حضرتك انها ماتت وهي بتخرج، الحكايه مش ناقصه اصلا. بالظبط كده بالظبط، وانا هقول لهم يعملوا ايه. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. في حاله طوارئ دخلت عندك دلوقتي، لو احتاجت حجز احجزها من غير تامين وباستكمل اجراءاتك بعدين. وبعدين بقى في الليلة السودة دي يا ربي. اسمك ايه يا مورا؟ عبير، عبير فاروق. معاكي حد بره يا عبير؟ لا اصل انا استريح استريح ما تكلميش. خير يا دكتور؟ عندها ايه؟ اشتباه في زايدة او حصوة في الكلى. ما تاخدش مسكنات وتعمل سونار وتحليل بول. امرك يا دكتور. معنى كلام حضرتك ان هي كده هتتحجز؟ اكيد طبعا، الكلام ده كله مش هيتم في الطوارئ. بالك يا فاطمة؟ مع حضرتك يا دكتور. يا مامي اهدي شوية، أنا أعصابي تعبت. مش معقول كده. لو سمحتي يا هايدي سيبيني في اللي انا فيه. ما هو توترك ده مش هيغير حاجه من اللي احنا فيه.
دول قالوا مدة العملية مش أقل من 4 ساعات، ما فاتش منهم غير ساعة واحدة. أنا بقول توفري نصايحك الجميلة دي وتروحي تقعدي في الاستراحة. حبيبتي أنت فين يا سوسن؟ شفتي اللي حصل؟ أنا قلبي مقبوض قوي مش عارفة أعمل إيه. ما تخافيش يا حبيبتي، هيخف والله وهيبقى زي الفل. أنت إزاي علياء هانم تسيبيهم يعملوا العملية هنا في مصر؟ هما الناس اللي هنا دول ما يعرفوش اللي جوه ده يبقى مين؟ ولا شاطرين يسفروا ممثلين ولاعيبة الكورة؟ ثم فين وزير الصحة؟ بالراحة شوية يا محسن، هي الناس ناقصة رعب. ومين محسن ده كمان؟ معرفش يا دكتورة، ده أنا سمعت اسمه كده بالصدفة. بس بس بس، محسن الصواب ده أعز صديق لسيادة الوزير. وزير الصحة؟ صحة مين يا دكتورة؟ الوزير اللي في غرفة العمليات. قصدك محسن الصواب بتاع مجلس الشعب؟ بس كده؟ ده رئيس مجلس إدارة جريدة الأمل، وعنده قنوات فضائية ومحطات وحاجات كتير قوي. خير يا دكتورة، إيه اللي حصل؟ هي خسرت مجهودك يا حسام بيه، 6 ساعات بتقفل في المستشفى وبتحوط عليها وتمنع دخول أي دبانة من قبل ما تعرف أصلها وفصلها وحتى العيانين والحالات الحرجة. شوف بقى حضرتك هتعمل إيه في العنكبوت اللي قاعد في مكتبي. برولين 3-0 على الأضحى. خلص يا دكتور، في علامة مستديرة. يعني خلص؟ تجننت ولا ايه؟ ثواني ما بقى قدامي، مش عايز اقل ادب. حاضر يا دكتور. الله، يا سهام مش كده؟ يا مصيبتي، في ايه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ امال مين اللي يعرف؟ اهدي علياء، اهدي. ان شاء الله خير. اهدى، ما شفتيش جوزك قال ايه على الدكتور؟ شكلي ضيعته يا سوسن، شكلي انا اللي ضيعته بايدي. لا يا عليا، اهدي اهدي. وكمان دم، ما انا عملت اشعه وسونار وحاجات كتيره قوي. ما تقلقيش يا روح قلبي، ده حاجات بسيطه بس كده عشان نطمن عليكي. دقيقه واحده هودي العينه المعمل وراجع لك حالا. الو يا استاذ جلال، انا عبير. عبير فاروق يا فندم، اللي جيت اتمرن عند حضرتك الاسبوع اللي فات وحضرتك حلقت لي. قصدي يعني تجاهلت طلبي. ايوه. طب بص يا عبير، انا قصدي مشغول في غرفه الجورنال بتاع المطبعه. يا بنت انا اللي بحلق لك ولا حاجه، كلميني بعد نص. بتقول ايه؟ ثواني يا جماعه، يعني انت دلوقتي بتكلميني من جوه مستشفى العريني؟ يخرب بيت عقلك، دخلت هناك ازاي؟ عيب يا استاذ، انا قلت لحضرتك حاول بس تكتشفني وانت هتشوف العجب. ايوه، وبيني وبين مسرح الاحداث طرقه واسانسير. لا لا حضرتك ما تقلقش خالص، انا هجيب لحضرتك داتا ما حصلتش وبالصور كمان. هو احنا شويه، انا معايا موبايل 5 ميجا بكسل، صورته ايه؟ بورتريه. بس يعني يا استاذ جلال، انا عملت حركه كده يعني عشان اعرف اقتحم الموقع، واحتمال يدبسوني في فاتوره كبيره شويه. وبصراحه كده انا كل اللي في جيبي ما يكملش 12 جنيه ونص. لا 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 لا، جيبك ايه؟ انسي يا بنت حكايه الفلوس دي خالص، انت كملي نمرتك وانت مطمنه على الاخر. بص يا عبير، اديني اسمك بالكامل ورقم الغرفه وراح اتصرف. اكتب تمر. حاضر. عبير فاروق عبد الايه عبد السلام، غرفه 307. بقول لك يا عبير، انا عاوز شغل بروفيشنال، فاهمه؟ شغل بروفيشنال. يلا مع السلامه، ربنا يوفقك. بقول لك يا تمر، عاوزك تحجز لي ربع الصفحه الثالثه فوق شمال. حاضر. معانا مصدر في مستشفى العريني، والاخبار هتوصلنا خلال ساعات. اخبار ايه دي اللي بتتكلم عنها يا حسام بيه؟ اوعى تكون فاكرني صحفي صغير بيشمشم على خبر يزوق بيه اسمه في صفحه الحوادث. معقوله تكون ضابط مهم في الداخليه وما تعرفش مين محسن الصواف؟ مقامك على راسي يا محسن بيه، انا بس كنت عايز اطمن ان حضرتك مقدر خطوره الموقف. انا اللي عايز حد يطمني على صديق عمري اللي راقد بين الحياه والموت دلوقتي، واللي بيعمل له العمليه دكتور مهايبر متدروش دماغه سارحه في 600 حاجه. هو انا ما اعرفش سليمان العريني؟ الحاله ضيبتك والشرايين كمان وحشة، عشان كده لازم الجزء تتاخد بحرص قوي، مش كده ولا ايه يا رئيس؟
مظبوط يا دكتور. أهم حاجة في الأحوال اللي زي دي تقعد الغرزة بحرص قوي. وما تاكليش سمك ولا بيض وعدي عليها كمان 3 أيام. خلاص. الله عليك. تسلم العيال يا دكتور. ده تهريج ولعب عيال وتصرفات مجانين. الهانم بتفسح الأجانب في المستشفى وسايبة وزير من أهم الوزراء في البلد تحت رحمة واحد مختل في العمليات. أقسم بالله الراجل ده لو حصل له حاجة لكون فضحهم في كل حتة ومقدم استجواب لوزير الصحة في المجلس. وما بقاش محسن الصواف لو ما سحبت عضوية النقابة من كل الدكاترة بما فيهم الدكتور سليمان. Is this Dr. Irene's office? Yes, Asli, Dr. Ken Mberich. Excuse me? Do you hear something? Yes? From here? Lord, a pigeon! Beautiful pigeon! Some water! ده شيء عظيم جدا. ما تضحكونا معاكم شوية يا جماعة قبل الدكتور سليمان ما يخلص على العيان اللي معاه ونصوت كلنا. حلو قوي الشغل ده. برافو يا شهد. بجد يا استاذ فؤاد؟ هو في ظرف الشغل يا بنتي. شغل؟ قصدي حضرتك ان انا بعدين هنرتبها مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه وهتمشي ازاي. بس لازم تكوني بتعرفي تلعبي حاجه. انا ما احبش المطرب اللي بيردد زي البغبغان كده من غير ما انا اوريدي بلعب بيانو. هاي اللي اتعلمتيه فين ده؟ اتعلمته من بابا. هو صحيح جراح قلبي بس بيعزف حلو قوي. تحب حضرتك ان اعزف لك حاجه دلوقتي على الاورج؟ ممكن. طبعا ممكن، بس يا ريت حاجه صغيره عشان انا مرتبط بميعاد. اوكي حاضر. دكتور سليمان طمني اعمل معروف، عملت ايه؟ سكت ليه ما بتتكلمش؟ للاسف. ايه؟ كان نفسي اعمل اي حاجه علشان تقعدوا معانا شويه لحد ما اقدر ان انا اكون نفسي واتقدم لمدموزيل هايدي، بس جوزك بقى يا هانم عملها فيا وبوظ خطتي الفظيعه. مش معقول، عمل ايه؟ نجحت؟ نجحت، بس دي نجحت وجابت مجموع كمان. الف الحمد لله. عليها هانم، عليها هانم. معلش انا لازم انبه حضرتك لحاجه في منتهى الخطوره ومش هزار. خير يا دكتور؟ معالي الوزير دلوقتي قلبه مش زي الأول خالص. أنا عايز أنبه حضرتك ممكن أول ما يخرج من هنا يتجوز على حضرتك 3. شايفة؟ إيه ده؟ في إيه؟ إيه مالك؟ السكرتيرة روحت ومفيش حد هنا غير أنا وأنت. سكرتيرتي إيه؟ بتاعي أنت عايز مني إيه بالظبط؟ عاوز إيه؟ عاوز اكفيك على السهره الحلوه دي. عايز اديكي فرصه ما حدش هيديها لك غير فؤاد عوني. اوعى تسيبني. سيبني بقول لك. سيبني؟ هسيبك ده ايه؟ هو انا استحملت الوش والصداع اللي انت عملته لي ده كله عشان في الاخر اسيبك ارضيحي كده؟ انت حيوان وسافر وقطع انسان شفته في حياتي. انت ما تستاهلش تكون طبال مش ملحن. ايه اللي انت بتقوله ده يا محسن بيه؟ مش انا بس اللي بقول يا دكتوره، كل بني ادم اتعامل مع الدكتور سليمان عارفه كويس قوي ويقدر يقول لك اللي بقوله لك ده حرف حرف. والمكان اللي احنا موجودين فيه ده شهادة رسمية على طبيعته الغريبة واسلوبه العجيب. مش ده برضو
مكتب سليمان العريني؟ مظاهر عمرها ما كانت دليل على الكفاءة العلمية يا محسن بيه. ويكفي الدكتور سليمان فخر إن طول مدة شغله بالجراحة ما صادش منه غير عمليتين بس، ولأسباب قدرية كمان، واسأل عنه الأجانب. أنا لا يمكن أسكت على الإهانة البشعة دي، والعلم حضرتك وزير الصحة بنفسه هو اللي اتصل من ألمانيا وطلب تحويل الحالة على الدكتور سليمان العريني. ومين قال لحضرتك إن وزير الصحة مش مسؤول هو كمان على اللي بيحصل دلوقتي؟ وحضرتك بكرة تتفرجي أنا هعمل إيه في الجلسة اللي جاية. وأنا كمان ليا اتصالات يا محسن بيه، وأعرف أخد حقي كويس أوي. نجحت يا دكتورة العملية، نجحت. نجحت. انت فين يا غبية انت؟ تعالي خديني من هنا بسرعة، أنا اتبهدلت، هموني اتبهدلت قوي. طيب مش قلبي ومفتاحك كل ملك ايديك ونساه صباحه يسلمها جيلك. ايه يا بط؟ ها ايه الأخبار؟ حضرتك دكتور عبقري، والله العظيم عبقري. لا بقول لك ايه بقى، سيبك من عبقري وجمبري وكلام السيمة ده، المهم طمنيني، ها استفدنا من الكام ساعة دول ولا خرجنا زي ما دخلنا؟ معقول يا دكتور، ده انا اتعلمت واستمتعت وهصلي ركعتين شكر لله على الفرصة الرهيبة دي. الحمد لله. ألف مبروك يا دكتور. وانت من اهله يا سيدي. ايه يا اخوانا، ألف مبروك ألف مبروك. ايه وانا راجع من الحجاز. اكسلنت يا دكتور سليمان. 3 ساعات ونص بس في اوبن هارت سيرجري. ايه الشطارة دي كلها يا دكتور؟ ميرسي قوي يا دكتور صفا، بس الحقيقة هي مش شطارة مني ولا حاجة. أنا أصلي كان ورايا ميعاد مهم كده، قلت أخلص الجراحة بسرعة بسرعة وألحقه. أعرفك بقى بنتنا العزيزة أحدث عضو معانا هنا في المستشفى، الدكتورة فاطمة الفرجاني. طب أنا راضي بذمتك يا دكتور، مش خسارة دي في الجراحة، دي كان المفروض إنها تتخصص عيون تجميل، يعني حاجة سمباتيك. أيوة كده. أيوة. دي فرصة سعيدة جدا يا دكتورة فاطمة. أنا أسعد يا دكتور. بعد اذنك. اتفضل 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 اتفضل. منافس الموت بس غلبان والله، ولو فتحت صدره هتلاقي قلب خصايا بس مزز شويه. هو حضرتك عندك ميعاد فعلا؟ عسل انت يا بطه، والله عسل. بقول لك ايه، عارفه الانسه رندا السمراء الاموره دي؟ طبعا. خليها تطلع لك عربيه توصلك علشان الوقت اتاخر. تمام. اوعي تنسي تسلمي لي على جدك شديد السلام. حاضر يا دكتور، انا متشكره قوي قوي قوي. يلا مع السلامه. القهوه يا بار. ويا مين يقول لي قهوه؟ انا تعبير. انت ايه اللي قومك من سريرك؟ ما انا لقيت نفسي كويسه قلت امشي رجلي شويه، ماليش انا بقى في قعده السرير وكده يعني. بس احنا يا حبيبتي لسه هنعلق لك محاليل عشان الضغط العالي اللي عندك. لا ما انا اصلا ضغطي عالي كده على طول، انت عارفه بقى القرف ونكد الشغل ومشاكل ده، حتى كلموني قالوا لي في واحده قريبتي رجلها اتكسرت وجت هنا عندكم في قسم جراحه العظام، قلت بقى ابص عليها بالمره. هو الاسانسير منين؟ شكرا، السلام عليكم. بدور عليه في المستشفى، ده ولد طفل صغير محدش قادر يسيطر عليه. ما تقلقيش يا دكتورة، هيظهر حالا. عم احمد، شفتش دكتور سليمان؟ لمحته داخل البوفيه. اتفضلي يا ستي، راح البوفيه يعمل ايه؟ انا مش فاهمه. اكيد بياخد قهوه في التراث. وحضرتك عارفه ايه اللي بيحصل بعد كل عمليه؟ ما عشان عارفه اللي بيحصل، عايزين نلحقه قبل ما يطير ومحدش يقدر يجيبه.
100 مرة قلت لك قهوتك تشربها في مكتبك. يا سليمان حرام عليك، أنا تعبت. أوه يا شهناز بقى، وأنا قلت لك 200 ألف مرة أنا بتخنق يا ستي من الكبسة بتاعت الحيطان والبيبان المقفلة. إيه يا شهناز، أفطس يعني وأروح فيها علشان تستريحي؟ لو على إيه تتعب نفسك؟ أنا اللي شكلي هعملها قريب قوي عشان أرتاح من شغل البهلوانات بتاعك ده. صعب. تقول إيه؟ بقول إخص عليك يا حبيبتي، ده كلام برضو يعني أهون عليكي تسيبيني محروم بعدك تايه في الدنيا لوحدي؟ ده ناقص توهان أكتر من كده. يلا يا سليمان، في ضيف مهم عاوز يشوفك. يلا يا شهناز. لحظة. الله، اتفضلي. أنا دكتور فادي. ازيك يا هناء؟ ازيك يا دكتور. الله، أمال فين بنت نوجة؟ نوجة مين؟ نجوى بتاعت البوفيه. سليمان، أنا مش ناقص إرهاق عصبي أكتر من كده، كفاية اللي حصل فيا الليلة دي. ايه يا شهناز، مش اسمها نجوى برضو ولا بفتري عليها؟ سليمان ركز شويه بقى، بقول لك في ضيف مهم جدا قاعد مع مساعد الوزير ومستنينك من بدري. تقول لي نوجه بتاعت البوفيه؟ طب يلا انت اللي معطلانه. ايه، انت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا يا باشا، بقول لحضرتك انا شايفاها بعينيا دول وهي واقفه في الكوريدور بتاع مراد الوزير ومستخبيه في جنب كده ومعاها كاميرا الموبايل عماله تصور بنت الوزير ومراته والراجل اللي معاهم بتاع مجلس الشعب. يا بنت الايه؟ ايوه حسن باشا، البنت يا فندم اللي دخلت من شويه مع سواق التاكسي. لا يا فندم، حاله ايه وطوارئ ايه بس؟ دي صحفيه سعادتك استعملتنا كلنا وعملت الفيلم ده كله علشان تدخل. يا سلام، طب فيها ايه؟ فيها ايه يعني؟ انت مش هتبطل الاستخفاف الرزل بتاعك ده؟ في دكتور محترم يقلب كيان المكتب بالطريقه البشعه دي؟ ده انت ولا كانك قاعد على الرصيف. وحمامه يا سليمان، حاطط في مكتبك حمامه؟ امال كنت عايزاني اعمل ايه بس يا شهناز؟ ادخلها معايا العمليات؟ اسكت اسكت، ما تعفرطنيش. نخلص بس من الليله السودا اللي احنا فيها دي الاول وبعدين نبقى نتحاسب في البيت. المهم دلوقتي من فضلك حاول تسيطر على لسانك وتختار الفاظك كويس اللي هتتكلم بيها مع الناس، وارجوك بلاش التعبيرات اللوكل اللي انت بتحدفها زي الطوبه دي. ممكن اسال حضرتك سؤال صغنطط قوي قد كده اهو؟ مين دي؟ الحالة اللي حضرتك صممت تدخليها الطوارئ يا دكتورة، طلعت صحفية شاطرة. صحفية؟ مش قلت لحضرتك بلاش تعرضيني في أي ريحة وحشة بشمها؟ ريحة وحشة يعني إيه حضرتك؟ أنت تخلصي خالص وتتفضلي معاها من سكات. حاضر. ثواني يا حسام بيه. خير يا دكتور؟ الحظر والتعتيم اللي حضرتك كنت عاملهم على المستشفى قبل العملية كان ليهم واجهتهم. معالي الوزير كان في حالة حرجة وكان رائد من الحياة والموت، وطبعا أي كلام عشوائي في وقت زي ده ممكن يعمل شوشرة إعلامية وبلبلة للرأي العام وشائعات ملهاش أي لازمة. مظبوط. بس الوضع دلوقتي بقى اختلف تماما. الحمد لله العملية نجحت، وده طبعا بتوفيق من ربنا، والحالة دلوقتي مستقرة وزي الفل و24 قراط. وبكرة الصبح بإذن الله هتلاقي بوكيهات الورد وبرقيات التهنئة نازلة ترف على أوضة معالي الوزير زي المطر. يا ساتر المقدم، مصر دي عاملة زي أي قرية صغيرة في الفلاحين. الولية اللي بتولد على راس البلد عندنا، واخد بالك يا دكتورة، حريم البلد كلها بتسمع الطلق بتاعها من وهي في بيوتها. بدليل ان قطة الخربشة زي دي شمت الخبر وقدرت انها تتسحب ما بين رجلين حضراتكم وتخش المستشفى هنا قبلنا شخصيا محروم من العمليات. يعني قصدي يعني ايه لازمتها بقى ان احنا نأذي بنت عبيطه زي دي؟ واخد بال سعادتك، بهدلت نفسها ودخلت المستشفى وعملت عيانه لمجرد ان رئيس تحرير جشع استغلالي وعدها بكلمتين كده باسمها صغير في جورنال تافه مجهول مغمور ومكافاه 50-60 جنيه. كلام سعادتك سليم 100%، بس حضرتك نسيت حاجه صغيره قوي. حاجه ايه؟ حقي وحق الضابط اللي هي استغفلته واتسحبت من ما بين رجليه زي ما حضرتك قلت بالظبط. افرط فيه بسهوله كده واعمل منه البانه في بق الممرضات وعمال المستشفى؟
يا سلام عليك بقى حسحس بيه. ما احنا يا ما استغفلنا مدير المدرسة علشان ننط من على السور، وما استغفلنا أبهاتنا علشان نشرب سيجارتين في الحمام، ويا ما استغفلنا حرس الجامعة عشان نخش كده تفليتة ونقابل الجو. اوعى تقول لي ما حصلش. طب بذمتك ودينك يا شيخ، انت ما كنتش بتزوغ من كلية الشرطة وتروح جامعة عين شمس عشان تقابل اسمها؟ اقول لك بذمتك، طب كان اسمها ايه؟ كان اسمها ايه؟ ربابة يا دكتور. يا حسام بيه، هو الشباب يبقى شباب ابدا غير طيش وتهور ونط من على السور؟ انا مش عارف اقول لك ايه يا دكتور بصراحه. قول براءه بقى يا اخي، وما تعكننش على كل الناس اللي فرحانه بنجاح عمليه الوزير بتاعك ده. الله، وانت بتشتغلي في انهي داهيه يا مفعوصه انت؟ لسه ما اشتغلتش والله يا دكتور، ده انا كنت بحاول اعمل اي حاجه النهارده كده علشان اقنع يعني رئيس تحرير جريده المستقبل انه يمرني عنده ويديني اي كارنيه. اتفضل يا سيدي اتفضل يا باشا. اصل احنا اصلا متخصصين في اننا نمص دم اي كتكوت صغير بالظبط زي العرس. خلاص يا دكتور، براءه المره دي عشان خاطرك، وانت لو شفت وشك في حته تاني هبطلها. خلاص هبطل مهنه الصحافه دي خالص، انا شفت منها غير الهم ووجع القلب. ما تشغلني عندك ممرضه يا دكتور، ده انا حتى شاطره وخفيفه وبعرف ادي ابل. ابراهيم خدها من قدامي دلوقتي الاحسن، ورب الكعبه بقى. النبي ما انت حالف. السلام عليكم. بعد اذنكم. مع الف سلامه يا فندم، شرفت وانست خطوه عزيزه. خلصت المرافعه يا مترو وخدت البراءه؟ اصلا ممكن بقى نتحرك ونلحق الناس اللي هيتخانقوا جوه في الاوضه دول. شهنوستي حبيبتي، ممكن من فضلك تعفيني انا من موضوع الضيوف ده يومك سوا فيا؟ هتهرج يا سليمان هتهرج. لا يا شهناز مش بهرج، انا بكلمك بجد. الله، انا خلاص اتخنقت تعبت، مش قادر اقعد ولا دقيقه واحده هنا. يعني لازم اجيلك بنفسي عشان اهنيك وارفع لك القبعه؟ ايه يا بروف؟ لو سمحت يا مس، هو دكتور سليمان هيروح امتى؟ نعم، قصدي يعني يخرج امتى من المستشفى؟ بس عايز اساله على حاجه مهمه. والله الدكتور متعود بعد كل عملية بيشرب القهوة بتاعته وبيمشي على طول، بس ما اعتقدش ان اللي فيها خروج لان الوضع يعني زي ما انت شايف. طبعا مفهوم. السلام عليكم. في دي بقى عندك حق 100% يا دكتور نبيل، بس انا المرة الجاية هعمل حاجة احسن من كده شوية. هتعمل ايه؟ هعلق على المكتب يافطة بتقول حكيم وفرارجي. You know what, Professor? I believe we have met before. Long time ago, maybe. I just can't remember. I remember, Professor. Rome. Oh, certainly, Rome! Rome Conference, Spring 1998, correct? Exactly. I am so glad for this meeting with Professor Rainey. You are really a brilliant professor. وعندك دماغ حلوة قوي. إيه؟ مش ممكن. سمعت دي يا دكتور نبيل؟ بيقول لك عندك دماغ حلوة قوي، ناس يقول لي دماغك عالية ومزاجك فلالي. أنت اتعلمت العربي فين يا بروفيسور؟ حبيبي أنا أمي مصرية وأنا عشت في ألكسندريا. عشان كده. شفت يا عم نبيل؟ جالك كلامي، جبتش انا حاجه من عندي، اهو طلع من بحري وبنحبوه. انا اصلي يا دكتوره القط المصري، ولو كان واقف في طابور عيش في البانيا. على فكره بقى يا بروفيسور، انا شكلي كده ما قابلتكش في روما ولا حاجه. امال فين؟ شفتك واقف انت والست الوالده على الامه في الانفوشي. أنا بصراحة تعبت قوي وجبت جاز يا بروف. طيب أنا مبسوط جدا جدا إن أنا شفتك تاني يا بروفيسور. وأنا كمان. طيب سلامة بولبول. باي باي حبيبتي. ده ماشي فعلا.
وانا تصبح على خير يا ابو السيد. يا دكتور سلام يا اولاد. النهارده مش حاجه خالص. السلام عليكم. الف سلامه يا دكتور. يا جدع نزل ايدك، نزل ايدك، ايه الهبل ده؟ ايه انت واقف قدام مديريه الامن؟ خلاص كلكم اتعديتوا بالفيلم البوليسي اللي عشناه النهارده. بقول لك ايه يا دنيا؟ نعم يا دكتور. اول ما تشوفي رندا قولي لها تاخد الكرتونه اللي في مكتبي وتديها لعزه السواق، هو عارف هيوديها فين. حاضر يا دكتور. يلا سلام. سلام. مفيش فايده. تصبحوا على خير يا رجاله. والله براوه براوه والله براوه شباك حبيبي تراوه اخر تراوه والله براوه. دكتور سليمان معلش سامحني، انا كنت عايز اشكر حضرتك على اللي عملته معايا، وكنت عايز اقول لك كمان ان انا انت ايه؟ انت جهله وغبيه وما عندكيش ريحه الدم. انا يا دكتور؟ ايوه انت، انت وكل اللي بيشتغلوا في الملعونه دي اللي اسمها الصحافه. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ ايه ماضيين يعني عقد شراكه مع شبح المرض والموت؟ ما فيش حاجه في الدنيا بتلفت نظركم غير المصايب والفضايح واوجاع الناس. الراجل بيموت واهله غرقانين في دوامه رعب ومش قادرين يقفوا على رجليهم، وانتوا كل اللي هممكم مين اللي يسرق قبل التاني الخبر العظيم ده ويزفوا للدنيا على طبله وطار. اعوذ بالله، اعوذ بالله. هو ده سليمان العريني، أغرب تركيبة بشرية خلقها ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي عايشين حواليه لحد النهاردة يا عبير مش قادرين يحطوه في قالب معين أو يصنفوه تصنيف واضح ومفهوم. أدخل. أهلا يا رضا. عمر يا أستاذ. خد الكارت ده فرغ لي الصور اللي فيه. في حاجة شخصية؟ لا خالص. اتفضل. حاضر من عينيا. محدش عارف يا عبير الراجل ده إيه بالظبط. هل هو جراح ماهر ولا رجل أعمال؟ ولا شيخ حرف مصر القديمة؟ ولا مجذوب من مجاذيب السيدة والحسين؟ ولا عمدة قرار بلد فلاحين؟ ايه ده كل؟ واكتر، بس الحاجة الوحيدة اللي احنا كلنا متفقين عليها في الوسط الصحفي ان الراجل ده ما بيكرهش حاجة في حياته أكتر من الصحافة والسادة الصحفيين والتلفزيون. ناس تقول مرض نفسي، حاجة كده زي فوبيا الأضواء والشهرة بس بصورة عكسية، وناس تانية تقول رغبة في الانطواء والعزلة الشخصية، وناس تالتة تقول عقدة قديمة من بنت صحفية حبها زمان وخانته. يعني كل ده مجرد تكهنات وفزلكة فارغة، مفيش حاجة فيها قدرت توصل للسبب الحقيقي للحكاية دي، لأن الراجل ده غامض قوي زيادة عن اللزوم. حاجة كده زي البحر، محدش يعرف إمتى بيهدى وإمتى بيصور. وعلى فكرة مش سهل أبدا يا عبير إنك تقتحميه وتنبشي في أسراره. تعرفي يا عبير انك قدرتي تنبشي نبشه صغيره بصوابعك في البحر ده وتقدمي لنا شفره مش بطال الحل اللغز. ازاي؟ يعني المفارقه الظريفه اللي حصلت بينك وبينه والكلمتين اللي قالهم لك على باب المستشفى دول بيقدموا واحد من الاسباب المهمه والوجيهه لكره للصحافه. هي وجهه نظر بس، يعني هو ممكن يكون كاره الصحفيين قوي للدرجه دي ويدافع عني في نفس الوقت بالحماس ده كله وينقذني باعجوبه من ايدين الضابط بتاع الحراسات الخاصه ده؟ ايوه ممكن، قلت لك انا عارفه بابا كويس، يموني ارجوكي ما توحينيش بقى. طب بس انا عايزه افهم يا بنتي، ازاي هيشوفك وهو سايق واشمعنى الشارع ده اللي هيعدي منه؟ مش سايق يا ستي، مش سايق، بيمشي على رجله ولو عينه لمحت عربيتي فوق. ايه ده؟ انت قلتي ايه بيمشي على رجله؟ ليه هو باباكي ما عندهوش؟ موني بليز اتحركي وخرجينا من هنا الاول، ودينا اي حته ثانيه والا هنزل واسيب. لا 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 خلاص خلاص اوكي، حته ثانيه حته ثانيه اوكي. بس لعلمك بقى الكافيه ده كان بيس جدا وكان هيخلي مودك حلو قوي، بس انت فقاريه. انا مفيش اي حاجه ممكن تنسيلي اللي حصل. او ماي جاد، بقول لك ايه، احنا مش اتفقنا نفك وننسى اللي حصل؟ اقول لك على حاجه، كلميني شويه عن باباكي اللي بيمشي على رجله ده. انا مش قادره افهم ريتشي مان زي سليمان العريني والمفروض ان هو يعني عنده بدل العربيه. يعني هو ده كده، حياته كلها غريبة وملهاش أي معنى. دماغ مهيبرة وتصرفات ملخفنة وداخلة في بعضها، عاملة زي اللوحة السريالي بتاعت سلفادور ديلي، لو ركزتي فيها تتوهي وعقلك يشد، ما تعرفيش هي عايزة تقول إيه بالظبط. حلوة قوي ده، بس برضو أنتِ إيه اللي مخليكي متأكدة إنه ممكن يعدي من الشارع ده في الوقت ده بالذات؟ لأنه متعود بعد كل عملية بيخرج من المستشفى في أقل من نص ساعة،
عارفه عامل زي التلميذ اللي قاعد بيفرك في سكشن خنيق وما صدق ان الجرس ضرب علشان يجري على الشارع ويفضل ماشي 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 لحد ما يموت من جوه. والشارع اللي كنا فيه ده بقى بس ما تكمليش، انا عرفت لوحدي. الشارع اللي كنا فيه ده في ريستوران يجانن، صح؟ ريستوران؟ اه فعلا هو كده بالظبط. تعرفي اني ساعات بحس ان ده دي شبح. وات؟ شبح؟ هاو كام شبح؟ ايوه عارفه انت الفيلم بتاع نيكولاس كيج وميج راين سيتي اوف انجل؟ اه طبعا عارفاه. اهو شخصيه دادي قريبه قوي من الكاركتر ده. واحد مات مش عايز يقتنع ان هو مات، مش عارف يعيش في الدنيا دي لانه خلاص ما بقالوش مكان فيها، بس في نفس الوقت متعلق بحاجه بيحبها قوي مصمم ان هو يعيش. بس تفتكري ايه هي الحاجه اللي هو حاببها قوي كده ومخليها متماسك بالدنيا؟ كل حاجة، بحب كل حاجة، الشغل والسفر والصيد، بحب الكورة والورد والحمام، بحب السيما والمزيكا وتلاوة عبد الباسط عبد الصمد وتواشيح النقشة بندي، وبحب رقة عبد الحليم حافظ وسلطنة عبد الوهاب، وبرتاح بالليل على صوت أم كلثوم. اللي يشوفه مرة واحدة يقول الراجل ده ما بيزعلش أبدا، ما فيش أسعد منه في الدنيا. يعني يقول ده في قلب حزن يكفي بلد بحالها. حزن؟ حضرتك تقصد إيه يا جدي؟ قصدي سليمان يا بنتي، زي عصفور الكلب المحبوس في قفص من دهب. الناس كلها حاسدينه على العز والقبهة اللي هو فيها، ومحدش حاسس بعذابه الحقيقي، العذاب اللي بيداريه عن الناس كلها، ابتسامته وحلاوة روحه بيداويه بالشغل والمزيكا. والعذاب بدا من يوم ما فارق جده حاج منصور العريني الله يرحمه، حمزة البساتين في المنصورة، ودخل سجن جده التاني إبراهيم باشا الغول في سراية الزمالك. إبراهيم باشا ما كفهوش السجن اللي حبس فيه العصفور بتاعه بفلوسه وسطوته، قام زود مدة العقوبة بالجوازة اللي جوزها له. حسها اي راجل في الدنيا هو حاسس انه غريب عن اهل بيته. سليمان عايش في عالم واهل بيته عايشين في عالم تاني خالص. مراته طماعه ومتسلطه، ما بيهماش غير الفلوس والمظاهر، وبنته دلوعه ومتهوره ومخها طائر. هو السبب، هو اللي عمل فيه كده، هو اللي وصلني للموقف اللي حصل لي النهارده. شاهده انا مش فاهماكي، وهو ايه علاقته بالمشوار اللي احنا رحناه النهارده اصلا؟ هو اللي حببني فيها، هو اللي عرفني يعني ايه مزيكا ودخلها في دمي وعيشها جوايا. او ماي جاد، باباكي يا شاهد بيفهم ميوزك؟ بيفهم. قولي بيتنفسها زي الهوا، بيدمنها زي ما اصحابك بتوع الريد هاوس ما بيدمنوا الكيميكال والمارجوانا. من وانا طفله عندي 10 سنين وانا بتفرج على صوبة وهي بتلعب على البيانو، زي الريشة اللي بتتمرجح في الهواء ومحدش عارف يمسكها. كنت أفضل أسمعه وأتوه في مزيكته لحد ما ينام وهو قاعد.
دكتور يا دكتور. شوقي بقول لك زود كرتونتين رز و... رز ايه يا دكتور؟ حضرتك في الفيلا مش في البلد. وانا نوسة. اصحى بقى الله يهديك. ايه يا بت يا نوسة انت حمارة يا بت؟ مش عايز انام في اوضتي. الله انا مش بصحي حضرتك علشان تنام في الاوضه. امال في ايه؟ اصل في ناس بقى. حضرتك الدكتور سليمان العريني؟ بنت حضرتك اسمها شهد؟ ايوه شهد بنتي. خير حاكمي؟ احنا مباحث يا دكتور ومعانا امر بالقبض على بنت حضرتك شهد سليمان العريني. يا لهوي ايه؟ تقبض على بنتي انا؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ جريمة قتل عمد. يا نهار اسود ايه اللي انت بتقوله ده يا سليمان؟ قتل ايه وظابط ايه ومال شهد ومال التخاريف اللي انت بتقولها دي؟ سليمان انت بتكلمني وانت فايق ولا نايم زي عوايدك؟ مش ممكن. ما هو اكيد في حاجه غلط. طب شهد فين دلوقتي؟ يا شاهيناز انا اللي بسالك شهد فين دلوقتي؟ يا ستي مش موجوده وتليفونها مقفول. عند مين؟ امنيه مين دي؟ طب ما تعرفيش فين عنوانها امنيه دي؟ لا ما اعرفش العنوان بالظبط. هي اتصلت بيا امبارح بالليل واستأذنتني. سليمان انت في حاجه في مخك؟ هو ده وقت نتحاسب فيه على كلام زي ده؟ طب اقفل اقفل بقى انا جايه لك دلوقتي. قالت لك عنوان صاحبتها ده فين بالظبط؟ ما تعرفش العنوان. طب رقم تليفون البيت الموبايل؟ ما تعرفهمش. طب تسمح لنا بقى نفتش اوضتها؟ لا ما اسمحش لحضرتك. لو حضرتك معاك اذن نيابه اتفضل فتش ان شاء الله هدومي، غير كده انا اسف. يا دكتور انا عايز مصلحه حضرتك. انت اللي لازم توصل لها الاول وتجيبها قبل الامور ما تتعقد. وحاول تشوف لنا طريقه نوصل لصاحبتها دي بسرعه. والله زي ما بقول لك كده يا بنتي. وبعدين هو انا يعني هسيح له ليه؟ ايه عايز اعمله دعايه واجيب له زباين باخد منه كوميشن مثلا؟ مفيش حاجه اسمها كده يا مون. يعني ايه يقرا المستقبل ويعرف اللي في جيبك ويشوف احلامك والكلام العبيط ده ليه يعني؟ نبي يعني ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الزحمه دي؟ هدي شويه كده يا شهد. دي حادثه دي ولا ايه؟ لا طبعا مش حادثه. اكيد مش حادثه. عارفه ده ايه؟ ده لعنه الشيخ حسان عليا وعليكي علشان تبقي تقوحيني يا فلحه. يخرب بيتك هنروح في داهيه بسبب جهلك ده. عدي عدي محمود بيه. وقف العربيه الحمراء الثانيه اللي ورا دي. الرخص والبطايق. بطايق؟ ليه بطايق؟ هو حضرتك ظابط مرور ولا مباحث؟ واحنا هنهزر؟ رخصتك ورخصة العربيه والبطايق. طيب اوكي خلاص. رخصتك انت كمان يا اموره. ايه ده انا كمان؟ هو في ايه؟ انا هنبات هنا النهارده ولا ايه؟ حاضر ثواني حضرتك. في ايه يا شهد؟ مش عارف البورتوفي كان هنا مش عارفه راح فين ده كمان؟ ما هو كان معاكي واحنا نازلين من الفيلا. لكن نسيت احنا استوديو. هو ده اللي حصل فعلا. مش دي برضه بطاقة شهد بنت سعادتك؟ ورخصتها ورخصة العربية؟ مظبوط. بس هو سيادتك شايف ان ده دليل كافي لاتهامها بجريمه بشعه زي دي؟ وارد جدا انها تكون في زياره لاي واحده من صاحباتها في نفس العماره، ولما شافت استوديو فؤاد عوني حبت انها تتعرف عليه مثلا. يعني اصل شهد بتحب الموسيقى جدا واكيد واكيد دخلت تاخد منه اوتوجراف فوقعت منها المحفظه من غير ما تحس. ترتيب منطقي جدا على فكره. يا دكتورة شهد بنت سعادتك كانت في استوديو فؤاد عوني من الساعة 10:30 بالليل لحد الساعة 3 صباحا، وهي آخر واحدة خرجت من الاستوديو لحد ما تم اكتشاف الجريمة. مش ممكن. مستحيل بنتي تقعد الفترة دي كلها مع راجل غريب وفي وقت متأخر زي ده. مستحيل. مستحيل بالنسبة لحضرتك وللدكتور سليمان لأنها بنتك الوحيدة، ومستحيل تشكوا في تصرفاتها
لكن شهدي بالنسبة لي متهمة في جناية قتل وجايالي بوقائع ثابتة ومؤكدة. يلا يا اختي يلا. سيب ايدي بقول لك. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انت شايف نفسك جايب واحده من كباريه؟ اوعى. بقول لك ايه، انا مستحمل غلاستك والقرعانه اللي انت فيها دي من الصبح عشان التعليمات والاوامر اللي عندي، لكن كلمه زياده ورحمه امي لا يبقى فيها تعليمات ولا اوامر. لو على ايه تعصب نفسك يا حضره الظابط؟ وعلى ايه ما تفش غيرك وتسكعها قلمين وتشعلها في التخشيبه؟ بابا الحقني يا بابا. ما تخافيش حبيبتي. بابا انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل، تخيل كل ده عشان وقفت. ايه ده؟ كلام شد، كلام شد من غير اذن النيابه وامر ضبط. هي دي حمايه الحريات الشخصيه وكرامه المواطن المصري والشعارات اللي خوضتونا بيها ليل نهار. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ دي مش هيسر عماد بيه، دي مهزله. يكون في علمك عماد بيه، انا مش هستنى تحيات النيابه في الكلام الفارغ وفي التخاريف اللي انا لسه سامعها دي. انا هاخد بنتي من ايدها دلوقتي اهو وهطلع بيها على تفتيش الداخليه، وإذا أنا ما كنتش هاخد حقي منهم هناك هعرف أخد حقي كويس قوي من مكتب الوزير. مش مستاهلة كل ده يا دكتور سليمان. فك يا ابن الحديد ده، وبعد كده مش عايز حد يتصرف من دماغه. هدي نفسك شوية يا دكتور، دي جريمة قتل وليها إجراءاتها، مش محضر تحري. قتل؟ لا يا عماد إيه؟ قصدي حضرتك دي قضية رأي عام مش جريمة قتل. ما هو لو التشديد ده والإجراءات السريعة دي كلها علشان الجهات الأمنية غيورة قوي على أرواح المواطنين الأبرياء وبتشتغل بالهمة العظيمة دي، مع غفير اندبع على باب مصنع، ولا بنت غلبانة بتسرح على الرصيفة مولعات ودهسها عيل سكران بعربية أمه، أنا كنت قطعت لساني، كنت ضربت لكم تعظيم سلام حتى لو كانت بنتي هي المتهمة الوحيدة في الجريمة. إنما تقتحموا بيوت الناس وتطلبوا انكم تفتشوها من غير اذن النيابه وتنصبوا كمائن وتجرجروا بنتي في الشوارع بكلبشات السوابق والمجرمين علشان انتوا خايفين من دوشه الصحافه لمجرد ان اللي اتقتل واحد مشهور زي فؤاد عوري، ده يا عماد بيه ما يبقاش اسمه حرص على العداله، ده يبقى اسمه كيل ب 600 مكيال، وانا مش هسكت على الكلام الفارغ ده. انت قلت ايه؟ هو اللي اتقتل فؤاد عوري؟ وبمعاينة الغرفة الداخلية تبين احتوائها على عدد 2 كنبة سوداء و4 مقاعد جلدية ومنضدة خشبية بني، والغرفة مصمتة الجدران خالية من أي نوافذ أو مطلات خارجية. ولا توجد سمة معالم تكشف عن أي محاولة للسرقة. ارفعوا لي البصمات اللي جوه بسرعة. حاضر يا بني. تواول نيابة جاية. وصل نيابة. معايا يا محمود؟ معاك يا ريس. وبمناظرة جثة المجنى علي والملقاة في منتصف الغرفة تبين ارتداءه قميص بيج كتان وبنطال جينز أزرق وبه إصابة بجرح غائر أسفل الصدر، ولا توجد آثار واضحة للعنف أو المقاومة على المظهر الخارجي للجثة. خد الكروك يا محمود. الحمد لله على السلامة يا باشا. الله يسلمك. هات القهوة وشوف عماد بيه يشرب ايه بسرعة. شاي كشري وخلي الواد والنبي لقمه كويس عليه. تحت امرك يا عماد بيه. طب انا اروح اظبط نفسي بسرعة واجيب ورق التحقيق وباقي الشغل واجي المعلم. 10 دقايق مفيش غيرهم يا حودة. اديك شايف بنفسك الدنيا مقلوبة بره ازاي. اقل من كده يا ريس. ايوه يا ريس، صباح الفل. انت رايح النهارده مش كده؟
طيب هنستأذنك في المكتب بتاعك عشان في ناس جايين في قضية فؤاد عوني، مش هينفع أوقفهم مع المحاضر اللي في الطرقة دي. أوكي تمام. افتح مكتب هشام بيه ودخل الناس اللي جايين مع الدكتور سليمان في قضية القتل. تحت أمرك يا طارق بيه. قلت لك لازم تهدي اعصابك ترتاح عشان تعرفي ترتبي افكارك وما تغلطيش في الكلام. ارتب ايه واتكلم عن ايه يا مامي؟ يا مامي انت بتكلميني كاني عملت كده فعلا ومستنيه اي حد يساعدني عشان ما يثبتوش عليا حاجه. والله العظيم والله العظيم هو انا اللي بحقق معاك عشان تقعدي تحلفي لي؟ نفذي اللي بقولك عليه من سكات لحد ما تشوف حل في المصيبه اللي وقعتينا فيها دي. ايوه يا شريف انت فين؟ رئيس النيابة دخل مكتبه من شوية وهتدي التحقيق في أي لحظة. هو أنا هلاقيها منك ولا من المحامي اللي حبكت معايا سافر فرنسا ده كمان؟ طب بسرعة لو سمحت. لا أنا هطلع لك بره. بابا بابا هو انت ما بتتكلمش معايا ليه؟ احنا من ساعة ما مشينا من الاسم وانت ساكت ومش عايز تتكلم معايا. حلوة اللي انت لابساها ده، أول مرة أشوفه عليك. عمي يا بابا اللي أنت بتقوله ده؟ يا بابا أنا محتاجة لك، أنا محتاجة أحس إن أنت دلوقتي بس محتاجة لي يا شاب. ليه كده يا بنتي؟ ليه تعملي فيا كده؟ مش حرام عليك تشوهي الوردة الوحيدة اللي زرعتها في حياتي وتفسدي على النسمة الجميلة اللي بتنفسها؟ ده أنا استحملت عشانك كتير أوي يا شاهد، كتير أوي.